الله وبركاته، أهلا بكم في الدرس 22 من هذه السلسلة. قربنا من نهاية السلسلة، وأنا أعرف أن الجميع ينتظر هي الكونكشن تو داتابيز، هي كيف نتصل من بي اتش بي مع القواعد البيانات، ناخذ هذه الانفورميشن نعملها ديسبلاي في البراوزر، بعدين نقدر نعملها مانيبوليشن، ممكن نعمل مثلا انسرت أو ابديت أو ديليت. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتعرف على البي دي او كونكشنز. طبعا في لغة الـ PHP هناك عدة طرق للاتصال بالداتابيز، من ضمنها اللي هي مثلا الـ MySQL أو MySQL I والـ PDO، اللي هو لو شفنا موقع مثلا W3 Schools في هذه الوصلة MySQL Connect يعني يعطيك تفاصيل عن أنواع الـ Connections. طبعا الـ MySQL هي قديمة، والـ MySQL I اللي هي Improved، طوروا بعض الحاجات فيها. طبعا بدأت من PHP 5. الحين المستخدمة الأكثر سكيور هي الـ PDO اللي هي الـ PHP Data Objects، وطبعا في شرح هنا على الـ Connectivity لها MySQL I عن طريق الـ Object Oriented أو الـ Procedural، وأيضا الـ PDO هنا إن شاء الله راح ناخذ مثال عليها، بس حبيت أوضح هذا الموقع عشان يكون الجميع reference، يكون لكم reference عشان تريد تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. طبعا عندي برزنتيشن، راح نروح على البرزنتيشن اول بعد نرجع نطبق بشكل عملي. الاتصال بالداتابيز طبعا نعمل عن طريق البي دي او راح نستخدم هذا السنتاكس. طبعا تراي وكاتش هو عبارة عن يعني يعمل تراي لهذا الكونكشن، كأنه يعمل اف ستيتمنت، اذا صارت مشكلة يعمل رن حل كاتش. فاول شيء اللي هو نعمل فاريبل اسمه كونكت او كون equal new PDO، نكتب هذا السنتاكس. طبعا السنتاكس يكون MySQL column host، نكتب اللي هو عنوان السيرفر اللي فيه database، وطبعا في هذه الحالة local host، database name DB name اللي هو مثلا post DB، نكتب الروت مثلا هو اليوزر نيم بعدين password. على سبيل المثال لو كان الروت هو اليوزر نيم هو عبارة عن root والباسورد password، راح نكتبه بهذه الطريقة. بعدين نعمل catch حال PDO exception E، هذا هو عبارة عن نوع من الأخطاء exceptions، اللي هو ما أخذنا عن الايرور هاندلينج، لكن هو عبارة عن ان اكسبشن لو صارت مشكلة، هذا نوع خاص بالبي دي او، يعني يتعرف على البي دي او من كأوبجكت، ونعمل فاريبل اي. بعدين صارت المشكلة راح نعمل ايكو الايرور اللي هو جيت مسج نطلع الايرور. بعدين نعمل داي، هي فانكشن توقف يعني الرننج ذا كود، يعني بعد اي شيء بعد داي ما يشتغل خلاص، فراح نوقف الكونكشن. طبعا راح نعمل هذه الطريقة، وبعدين راح نتعرف على بعض الـ select statements. طبعا في الفيديو في ثلاث أشياء ممكن لازم نعرفهن، هو الـ three functions اللي هي prepare، الـ connection نعملها prepare، select star from post مثلا هنعمل select لكل الشيء داخل هذا الـ database، post أو الـ post database يعني يعتمد الـ post هو الـ table. طبعا بعدين نعمل statement execute يعني نشغل هذا الـ statement، بعدين نعمل result مثلا variable نخزن هو الفيتش اول، طلع كل الروز، نعمل بي دي او كولم كولم فيتش اسوشيت. طبعا هذا الانواع من الفيتش يعني يعتمد انت ايش تريد الداتا، نوع الداتا. فيتش اسوشيت يعني يعطيك اري اسوشيتيف اري، راح نتعرف عليهم في السلايد الثاني ان شاء الله ايش الانواع الاخرى. لو بغيت تعمل سلكت حل بوست واحد بس فقط، نعمل نفس الحركه بريبير سلكت ستار فروم بوست وير اي دي مثلا الرقم، طبعا اعتبرنا انها اي دي عباره عن كولم مثلا 1 2 3، يعمل له select، نفس الشيء نعمل execute، بعدين post statement fetch، راح يعمل الحين الموضوع او الريزلت هنا راح تخزن داخل post. ايضا في طريقة اخرى لهذا ال select، في طريقة اخرى طبعا نعمل اللي هو question mark، بعدين نعطيه array of 1، هو عبارة عن variable بيكون هنا 1، كأنه يعوض 1 مكان اللي هو ال question mark، بعدين نعمل fetch. في طريقة أخرى أيضا نعمل هو عبارة عن variable بس نعمل لك أمامه column، بعدين نعمل array نعطيه اللي هو الـ ID اللي هو كتبناه هنا، نكتب أي شيء هنا، بعدين نعطيه الـ associative array نعطيه مثلا 1، هو قصدي اللي هو الـ element في الـ array نعطيه 1 أو 3 أو 4، فهو راح يعمل له select. بعدين نعمل post statement fetch. طبعا الـ fetch statement مثل ما شفنا هنا عندنا أنواع من الـ fetch statement، ما راح ناخذهم كلهن، لكن أشهر شيء اللي associative والأوبجكت، هو عبارة عن الدخول لها الأوبجكت، وراح نشوف إن شاء الله مثال عليها. طبعا أول شيء راح نقوم ب creation database، نفتح اللي هو PHP My Admin. حنشوفنا في الإكزامس، أنا استخدم الحين هنا برنامج ثاني، لكن في الإكزام ممكن تفتح
PHP My Admin، بنروح على New Database، نكتب مثلا عبارة عن Post DB، نعملها Create. بعدين راح نعمل Table. طبعا الحين أنا في Post DB، راح هني Create Table، راح أعمل مثلا Table اسمه Post. راح أحتاج ID اللي هو بيكون ID والtitle والبودي 3 كولمز، راح اعمل 3 كولمز فقط، اعمل كريت. طبعا هاي 3 كولمز راح اسميه الاول اي دي، ممكن نعطيه لينث مثلا 100، راح اعمل المهم جدا نختار اللي هو عبارة عن برايمري كي او يعني اوتوماتيك انكريمنت، يعني يزيد العدد تلقائيا بدون ما اعمل له اي شيء. راح اعمله هو طبعا اندكس برايمري، راح اعمل جو، فهو عبارة عن primary key. طبعا ما نتكلم نحن عن تفاصيل database في هذا الدرس، لأن هذا موضوع يعني database هو موضوع كبير، لكن راح نعمل فقط database و table عشان نقدر نعمل connection من PHP. أيضا راح أعمل title عبارة عن varchar مثلا 255، راح أعمل أيضا body مثلا يكون عبارة عن text، ممكن نقول 500 بهذه الطريقة. بعدين راح أعمل يكون طبعا سيف، أيوه. الحين معي البوست تيبل، لما أضغط عليه أروح على الستركشر عشان نشوفه عبارة عن ID وتايتل بودي. ممكن أعمل insert فقط بعض الديتا عشان تساعدنا، أول واحد ما يحتاج لأنه increment اللي هو الID. مثلا نكتب post number one text this is details for post one، وعمل ايضا ثاني post two this is details for post two. بعد ذلك احمل go، راح يدخل لي طبعا two rows inserted. الحين معي في البيانات لو رحت على البراوز في التيبل عندي طبعا two rows في هذا البيانات عشان نقدر نستدعيهن بعدين في صفحة ال PHP ان شاء الله مثل ما راح نشوف. طبعا معي انا صفحة في الكود عندي الحين حاليا folder اسمه post index.php طبعا فاضي ما في اي شيء، راح نقوم بعملية فتح طبعا ال PHP بهذه الطريقة مثل ما شفناها قبل. راح اعمل اللي هو try catch، الحين شفنا الكاتش بيكون عبارة عن video exception، اعطي variable اي بهذه الطريقة. الحين اعمل variable هو connection، connect يساوي new video. مثل ما شفنا نحن طبعا راح نعمل mysql host يساوي اللي هو اي سيرفر local host. وبعد ذلك راح اعمل db name database name تساوي طبعا بتكون عباره عن post db، راح اعمل root password اللي هو اليوزر نيم اللي عندك سيت اب في الداتابيز معك، وباسورد مثلا root على سبيل المثال. وصارت مشكله راح اعمل echo error مثلا text concatenate مع اللي هو الاي. طبعا في فانكشن في الاي اللي هي او ميثود اسمها جيت مسج، اعمل سيف هاي الطريقة، اعمل سيف اروح على الصفحة. طبعا هاي الصفحة فاضية الحين، يقول في ايرور طبعا unknown database post db. لو رحنا على ال database عشان نتأكد الاسم عبارة عن post فناقص اس هنا، ممكن اروح على الكود واعمل اس هنا، عمل مرة ثانية ريفرش ما عندي أي مشكلة. على سبيل المثال لو عملت إن الروت غلط مثلا اليوزر نيم غلط راح أشوف إن access denied، لو عملت الباسورد أيضا نفس الشيء راح يعمل لي طبعا الباسورد using password yes. فهذا هو فائدة اللي هو المسج، otherwise إن يعني كل شيء شغال بطريقة صحيحة. الحين ننتقل بعد الكونكشن، طبعا ممكن نعمل كل شيء اوكي هنا، ممكن نعمل هو select statement مثل ما شفنا في البرزنتيشن،
لو نروح على البرزنتيشن على السريع ونشوف. طبعا هذه statement connection prepare بهذه الطريقة. فراح نعمل statement equal connection variable اللي احنا عملنا له للداتابيس هنا prepare select star كل شيء from post table. بعدين راح اعمل statement مثل ما شفنا هنا execute عندنا نعمل run. بعدين راح اعمل result variable هو result يساوي statement او يكون statement fetch all statement fetch all. بعدين راح اعطيه هو النوع اللي انا اريده اللي هو عبارة video fetch associative associate بهذه الطريقة. اعمل refresh واروح على الصفحة عشان نشوف ما في اي مشكلة معانا. الحين اريد اعملهم display ممكن اعمل اللي هو for each loop عشان بس نشيك ان كل شيء صحيح. For each result as post يعمل لي print أو echo على سبيل المثال اللي هو بيكون اللي هو post عبارة عن associative array. إذا ممكن أعمل هنا title بعدين concatenate مع مثلا اللي هو break line بهذه الطريقة. فتلاحظوا ان ياس يقرا من الداتابيز بطريقة صحيحة فانا طبعت التايتلز طبعا هنا. الحين راح ناخذ نعمل فقط بعض التحسينات هنا على الموضوع. راح نستخدم اللي هو البوتستراب. راح ناخذ البوتستراب طبعا راح نستخدم الجريد الكاردز والناف بار عشان بس نخلي الصفحة جميلة شوية. طبعا راح نعمل هنا صفحة بي اتش بي او اتش تي ام ال. سكر ال PHP راح اعمل طبعا هو استخدم طبعا انا فيجوال كود احمل question mark او explanation mark علامة تعجب بعدين اعمل تاب راح يعطيني طبعا هذا الموضوع اللي هو عبارة syntax HTML. راح اعمل هنا طبعا هي عبارة عن video lesson. روح على البوتستراب هوم get started. راح اخذ السي اس اس طبعا راح نستخدم سي دي ان ما راح نعمل كوبي حل للفايل نفسه. طبعا هي معي بوتستراب وراح نعمل طبعا ناف بار. راح اخذ الناف بار من هنا. هنستخدم فقط الناف بار اللي هو بشكل بسيط ناف بار لايت او دارك وناخذ باك جراوند. فأول طريقة هو راح نعملها هي عبارة عن ناف بار هو بالديف ناف بار كلاس بعدين نعطي ناف بار دارك بعدين ممكن استخدم اللي هو بي جي برايمري عشان يكون لون أزرق برايمري. داخله طبعا راح أعمل اللي هو اي ويكون عبارة عن ناف بار براند كلاس. طبعا استخدم انا ايمت فعادي استخدم الدوت هو اوتوماتيكي اللي نضيف لي الكلاس بهذه الطريقة. نكتب مثلا انا بهذه الطريقة نكتب مثلا فيديو بروجكت اعمل ريفرش نروح على الصفحة فاعمل لي الحين طبعا ناف بار بهذه الطريقة. ايضا ممكن اعمل اللي هو كونتينر عشان يعطيني كل شيء في النص. يعطيني طبعا كونتينر تخلي كل التكست والاشياء في النص. ممكن اعمل رو داخل هذا الرو ممكن اعمل هو الكارد عبارة عن مثل هذا الشكل تعطينا شكل جميل هو بهذه الطريقة. راح ناخذ طبعا اشياء بسيطة من الكارد هو البودي الكارد والبودي تايتل. يمكن راح ناخذ كارد يكون عندنا داخل card title body داخل body راح يكون h5 مثلا
h5 title. عندنا p lorem بس random text. عمل refresh هذا الطريقة بيكون طبعا، لكن ما جاب الميدل container. container الحين في النص، فممكن اعمل لازم نضيف ايضا class column عشان يكون في النص، واشيل هذا الكارد. ممكن اضيفها في هنا بهذه الطريقة داخل column. من refresh save ايوه، الحين تلاحظ انه هو عبارة عن في النصف. وايضا ممكن اعمل هنا كارد اعطيه هو مارجن توب 2 عشان يبتعد من فوق تحت. ايوه فالحين واضحة معي اللي هو الكولم. الحين انا اريد اعمل لوب بحيث ان اعمل print من database للبوست اللي انا كتبته. طبعا راح استخدم طبعا لوب راح يتكرر عن طريق اللي هو الكارد او الكولم. راح نشوف اعتقد لازم يكون في الكولم، فممكن اعمل هنا اريد اكرر الكولم، فراح اعمل PHP سكر الكود بعبارة عن echo او for each بيكون result مثل ما شفنا فوق as post. طبعا هذا بيكون هو shorting syntax. راح اعمل كولم، راح اغلق هذا بعد الكولم. هذا بيكون عبارة عن الكارد وهذا عبارة عن الكولم. هغلق الكولم هنا بيكون عبارة عن PHP بيكون end for each save في البودي. جست عشان نجرب راح نعمل هذا الطريق اللي هو shorten syntax equal يكون عبارة عن post title. نعمل refresh فعندنا مشكلة في الرو، في شيء missing هنا. يمكن أنا عملت هذا المفروض يكون هنا. معناته اعتقد ان لازم نشيل هذا اللاين. هو المشكلة عبارة عن انه لازم اخليه قبل الدرو، قبل الرو عشان اعمل دوبليكيت. راح اعمل اذن امسح هذا اللاين بهذه الطريقة، وراح اعمل طبعا تاب عشان يكون الالاينمنت يكون صحيح. اعمل ريفرش الحين راح نشوف الحين اشتغل بالطريقة الصحيحة، يعني في خطين متوازيين. الحين اريد اعمل ايضا بوتن، راح اعمل هنا بوتن كلاس طبعا بيكون btn primary اللي هو يكون لون ازرق حسب البوت ستراب. ممكن نعمل show more عشان يفتح لي اللينك بهذه الطريقه. فانا اريد اعمل هنا بيكون عباره عن كلاس، او ممكن اغير اخليه عباره عن هايبر لينك btn primary primary بيكون هنا show more. هنا بيكون show more عشان show more ما راح يتغير طبعا لان الستايل يكون نفس الشيء. طبعا راح اضيف هنا php code المكان اللي اريد يروح بيكون عبارة عن href بيكون عبارة عن show.php backslash طبعا راح ارسل معه variable id، وهذا الفاريبل بيكون عبارة عن concatenate post id. نعمل save refresh. لو نلاحظ هنا يروح على post show.php id equal 1، المفروض انه equal 1. وايضا راح اعمل اللي هو باك سلاش عشان يكون يروح على اول صفحه. لما اروح باك اعمل ريفرش شو مور راح شو دوت بي اتش بي اي دي كل 1. طبعا الحين ما راح اشتغل على صفحه الشو، راح نشتغل في الصفحه القادمه ان شاء الله في الدرس القادم. حاليا اريد اضبط بعض الامور
اللي هي أريد أعمل ملفات خاصة للديتابيس كونكشن، وأيضا للهيدر والفوتر أعملهن انكلود عشان بنحتاج صفحات أخرى، فما أريد أكرر هذا الكود مرة ثانية. راح أروح على اللي هو البوست، أعمل فايل جديد اسمه هيدر دوت بي اتش بي، راح أعمل أيضا فايل جديد اسمه فوتر دوت بي اتش بي، راح أعمل أيضا كونكت دوت بي اتش بي. أول خطوة راح أشيل الكونكشن الداتابيس كونكشن كلها، راح أعملها ملف اللي هي الكونكت، وراح أعمل أيضا أشيل كل شيء لحد الكونتينر، وراح أعمل سيف في الهيدر سيف، وراح أعمل أي شيء بعد أيضا الديف اللي هي تابع الكونتينر راح أعملها في الفوتر. الحين راح أعمل طبعا include، الحين لو عملت refresh كل شيء راح، طبعا الindex نزل من السيف، كل setting طبعا راح. الحين راح أعمل include أو require php، أعمل end ال php code، أعمل require يكون أول شيء بيكون connect دوت بي اتش بي، وايضا راح يكون احتاج ايضا لهيدر دوت بي اتش بي، وايضا راح احتاج تحت هو الفوتر، طبعا ما بحتاج هذا. وهذا يفيدنا في عدم تكرار الكود عشان بنحتاج صفحات كثيرة، فما اريد اكرر الكود للديتابيز. فهنا بيكون عبارة عن فوتر، هذا اللي ما احتاج اعمل ريفريش، مفروض انه يشتغل مثل ما صار اول. لكن بهذه الطريقة نحن فصلنا الكود هنا للفوتر وحده، ايضا اي شيء يخص الهيدر يكون مفصول، والكونكشن داتابيز ايضا مفصول. وهنا يكون معي يعني بامكان استخدم هذه الملفات في اي صفحة اخرى، وان شاء الله راح نعمل شو دوت بي اتش بي في الدرس القادم. طبعا في هذا الدرس تعرفنا على الكونكشن داتابيز، تعرفنا كيف اسحب كل الريكورس من الداتابيز، ايضا تعلمنا اللي هو بي اتش بي ماي ادمن كيف اعمل كرييت للداتابيز، عملنا كرييت داتابيز اللي هو بوست دي بي، عملنا تيبل اسمه بوست وذ عند اي دي وتايتل وبودي، ودخلنا بعض الانفورميشن قدرنا نسحبها داخل عن طريق البي اتش بي، وعملناها ديسبلاي باستخدام البوتستراب. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تعمل اشتراك، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، راح يكون عبارة عن شو. لما نضغط على اللينك هنا لازم يوديني صفحة هذا اللي هو هذا البوست بنفسه، بعدين ممكن يعمل edit وdelete وما شابه. ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم، وشكرا.